يحظى ذوي الاحتياجات الخاصة في إمارة الشارقة برعاية خاصة واهتمام لدمجهم في المجتمع والحياة العامة بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم وجعلها فئة منتجة تسهم في عملية تنمية المجتمع وعملية التنمية الشاملة في الدولة. تعرف الإعاقة بصفة عامة على أنها إصابة بدنية أو عقلية أو نفسية تسبب ضرراً لنمو الفرد البدني أو العقلي، وقد تؤثر في حالته النفسية وفي تطور تعليمه وتدريبه، وبذلك يصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه أقل من رفقائه أو أقرانه من نفس العمر في الوظائف البدنية أو الإدراكية. ينقسم ذوي الإعاقة إلى مجموعات تتشابه أو تختلف بناءً على خاصية معينة إذ تساعد على تحديد الطبيعة والمقدار ونوع الخدمة التي تحتاجها كل فئة، وتتعدد تصنيفات الإعاقة وفقاً لمعايير ذاتية وطبية وتربوية واجتماعية. السمع هو طبعاً واحدة من النعم الكبيرة التي أنعم بها الله علينا، يعني من النعم التي لا تحصى ولا تعد، ونعمة والسمع هو الوسيلة اللي بتجعل الإنسان متواصل مع الوسط اللي حواليه ومع الناس اللي حواليه، متواصل مع أسرته ومع زملائه ومكان عمله ومع مجتمعه عموما. وإذا فقد الإنسان هذه الحاسة المهمة يفقد كثير جدا جدا وتتعطل كثير من الأشياء في حياته. عشان نتحدث عن السمع، أولا يجب أن نعرف السمع، تعريف السمع. عشان نسمع الأشياء، السمع هو سماعنا للأصوات الخارجية وإدراكنا لها وفهمها. يعني السمع بيمر بمرحلة أنه بيدخل الصوت، بيجي الإنسان يتقبل الصوت من الخارج، هذا الصوت بيمر عبر مراحل لحد ما يوصل لمركز معين، في يوصل عن طريق خلايا وموصلات عصبية إلى المخ، يترجم هذا الصوت فيفهم الإنسان هذا الصوت اللي سمعه، سواء كان كلام، سواء كان صوت غناء صفير، يستطيع أن المخ أو العقل يشرح لك هذا الصوت. الصوت هو دخول ذبذبات صوتية تجي يتعرض لها الإنسان. أحب أشرح هنا بس عن طريق هذا المجسم الصغير، هذه الصورة الصغيرة للأذن، أنه الصوت هو دخول هذه الذبذبات الصوتية إلى أذن الإنسان. أذن الإنسان تتكون أو تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: الأذن الخارجية، الأذن الوسطى، والأذن الداخلية. الأذن الخارجية اللي هي هذا اللي بنسميه نحن صوان الأذن، وهذه اللي بنسميها قناة الأذن الخارجية. صوان الأذن هذا هو المستقبل بالشكل هذا الذي يعني موجود، بيدخل الصوت عن طريق صوان الأذن، بيمر عبر هذا المجرى اللي اسمه قناة الأذن الخارجية. قناة الأذن الخارجية هنا في آخرها يوجد غشاء شفاف نسميه طبلة الأذن. هذه الطبلة اللي هي نفسها مكونة من ثلاثة أغشية ضعيفة، مهمة هذه الطبلة أن الصوت لما يدخل يرتضم أو يصطدم بطبلة الأذن. خلف طبلة الأذن توجد ثلاثة عظيمات صغيرة، سبحان الله، هذه العظيمات اسمها المطرقة والركاب والسندان، والثلاثة عظيمات متصلة مع بعض بشكل حيوي معين. هذه هي العظيمات الثلاثة. الصوت يدخل عبر قناة الأذن الخارجية، يصطدم بطبلة الأذن، يتحول في الأذن الوسطى بعد كده، لأنه العظيمات الثلاثة موجودة في الأذن الوسطى. عبر هذه العظيمات الثلاثة يحصل يتحرك الصوت، ثم بعد كده يتحول إلى موجات أو ذبذبات صوتية للأذن الداخلية هنا اللي هي القوقعة والغنوات الهلالية. من هناك عبر عصب السمع هذا يوصل الصوت إلى المخ، ويترجم المخ هذا الصوت ويفسره للإنسان، فيفهم الإنسان هذا الصوت اللي سمعه هو صوت شنو، يعني ما هو هذا الصوت طبيعته. هذا هو الميكانيزم، هذه هي الطريقة اللي بيستقبل بها الإنسان الصوت. الإعاقة الصوتية، الإعاقة السمعية بتبدأ للإنسان منذ من قبل أن يولد وهو جنين في بطن أمه.
لذلك نحن دائما نوصي الحوامل، المرأة الحامل، بأن المفروض تتوقع الحذر الشديد في فترة الحمل، بالذات في الشهور الأولى. لازم تكون في مراجعة دقيقة مع 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 طبيبة أو طبيب الأمراض النسائية، لأنه قبل مرحلة الحمل نحن دائما بنشدد على أنه عند التفكير بالزواج، الشخص الرجل والمرأة اللي عاوزين يتزوجوا، في الآن شيء اسمه فحص ما قبل الزواج. فحص ما قبل الزواج بيحدد إذا كان في أمراض جينية وراثية موجودة عند الرجل أو عند المرأة ممكن تأثر على الأطفال اللي حيولدوهم، ولذلك هذا الفحص مهم جدا جدا. في بروتين، في مادة شيء اسمه الريسس. الريسس هذا في الفحص ما قبل الزواج اللي هو بروتين معين بيكون موجود على خلايا الدم الحمراء. إذا كان هذا البروتين موجود وبوزيت يعني موجب، وعند المرأة سالب، هذا قد يؤثر على في جينات أو في المولود اللي بيجي بعد كده. فعشان كده لازم يكتشف هذا الريسس، هذا البروتين قبل الزواج. هذا ده عشان كده نحن نكرر إنه فحص ما قبل الزواج فحص مهم جدا جدا، لأنه في أشياء صغيرة ممكن تعالج، ولا أشياء دي إذا عولجت بتجيب مواليد أجنة، أطفال أصحاء يتمتعوا بكامل الصحة والعافية. لكن إذا ما تم فحص ما قبل الزواج مرات ممكن يكون في شوية في خلل جيني زي الريسس، يكون موجب عند الرجل سالب عند المرأة، وإذا ما تم الفحص عليه ممكن يترتب على ذلك أنه المواليد ممكن يتأثر عليهم. إذن فحص ما قبل الزواج للتأكد من هذا. ثانيا فترة الحمل، نحن نطالب دائما نقول نحذر بأن الحوامل يتجنبوا التعرض لأي إشعاعات، الأشعة السينية، لا تأخذ أي صور أشعة مثلا، أو لا تحمل، أو لو عندها طفل صغير مثلا لا تدخل به لغرفة الأشعة لأنه ممكن تصاب بالإشعاعات. إذا تعرضت الحامل لهذه الإشعاعات أو إذا استعملت بعض الأدوية المعينة، هنالك كثير جدا من الأدوية إذا استعملت الحامل، أو إذا أصيبت ببعض الأمراض، إذا أصيبت بالحمى بالحصبة الألمانية مثلا، أو إذا أصيبت بالتهاب غشاء السحايا اللي نسميه السحائي، أو إلى آخره من بعض الأمراض، هذا كله ممكن يعني يؤثر على الطفل اللي حتنجبه ويطلع طفل معاق سمعيا. لذلك الفحص والمتابعة للمرأة الحامل عن طريق الأخصائي مهم جدا. الامتناع التام، نحن دائما نحذر الحوامل وغير الحوامل، نحذر الناس عموما بأنه يتجنبوا أنه يذهبوا إلى الصيدليات ويشتروا الأدوية. أي استعمال لأي عقار لأي دواء يجب أن يكون عن طريق الطبيب المختص، لأنه هنالك أدوية الناس تستعملها بعفوية زي المسكنات مثلا، مزيلات الآلام، أو بعض أنواع المضادات الحيوية، أو بعض الأدوية المعينة، ودي قد تؤثر تجيب يعني تأثر على المولود اللي حينجب يطلع بإعاقة سمعية، لأنه أمه في أثناء فترة الحمل تناولت بعض الأدوية كده. لذلك لا بد من الحرص في استعمال أي دواء بالنسبة للحوامل، لا بد من متابعة المختصين. بعد الولادة تحدثنا عن مرحلة ما قبل الولادة، الفحص المبكر، وتحدثنا عن مرحلة الحمل. الآن بعد الولادة، بعض الأطفال يولدوا بنقص شديد جدا في الأكسجين، يعني يتعرض لنقص شديد في الأكسجين أثناء فترة الولادة، سواء كانت الولادة طبيعية أو بعملية قيصرية، أو كانت ولادة عن طريق سحب المولود بالجفت، وهذا هو أكثر شيء عرضة قد يعرض بعض الأطفال المواليد إلى التعرض إلى نقص شديد جدا في الأكسجين. فإذا لم تدخل كمية كافية للأكسجين من الأكسجين للطفل خاصة في فترة الولادة هذه، هذا يؤثر ويعمل دمج، يعمل بعض التأثير على 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 خلايا في المخ تؤثر على الطفل، قد تصيب الطفل بإعاقة سمعية، هذه واحدة من الأسباب. إذا ولد الطفل وفي الأعمار الأولى تعرض لالتهابات كثيرة جدا، الآن عشان نتحدث عن الإعاقة السمعية، الإعاقة السمعية في المرحلة هذه بعد الولادة، بعد ما تولد الطفل وأصبح طفل، الآن نقسمه إلى ثلاثة أنواع. نقول هنالك إعاقة سمعية خفيفة أو مؤقتة،
وهنالك إعاقة سمعية متوسطة وإعاقة سمعية قوية أو حادة. الإعاقة السمعية المؤقتة أو الخفيفة بالنسبة للأطفال، نتحدث الآن أنا عن الأطفال بعد الولادة، إذا أصيب الطفل لأمراض لالتهابات الأذن المتكررة، إذا تعرض لالتهابات متكررة في الأذن، التهابات الأذن المتكررة ممكن ينجم عنها وجود سائل في الأذن، سواء كان في الأذن الوسطى أو في الأذن الخارجية، ممكن يكون موجود عنا إذا تعرض الطفل لثقب في طبلة الأذن برضو نتيجة الالتهابات المتكررة، إذا تعرض لوجود مادة شمعية صملاخ الأذن اللي بنسميه صملاخ الأذن، هو طبعا شيء طبيعي أنه يكون موجود لكن بكمية ضعيفة جدا وبشكل سائل، لكن إذا كان موجود بكسرة بكمية كبيرة، الالتهابات أو صملاخ الأذن أو وجود ثقب في طبلة الأذن، كل هذا يؤدي إلى ضعف في السمع. هنا لا نقول إعاقة سمعية ولكن نسميه الضعف في السمع أو إعاقة ضعيفة، لأنه ده يعتبر مؤقت ممكن يعالج. إذا أزلنا المسبب يعني التهاب الأذن، إذا عالجنا يرجع الطفل أو الإنسان يسمع طبيعي. إذا كان مادة شمعية في 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 قناة الأذن الخارجية كثيرة وهي السبب في إنه الإنسان ما بيسمع كويس، إزالة هذه المادة الشمعية يرجع الإنسان يسمع طبيعي جدا، لأنه أصلا ما في عطل عنده في المخ أو في مركز السمع. هذه دي, دي, دي المرحلة الأولى من ضعف السمع، اللي هو ضعف بسيط أو ضعف مؤقت. أيضا إذا كان نتيجة التهابات متكررة، إذا كان نتيجة وجود سائل في 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 نوع من أنواع التهابات الأذن المتوسطة، يتميز بوجود سائل خلف الطبلة عند الأطفال خاصة لحد عمر 7 سنة 8 سنة، إذا كان هذا السائل موجود يعالج بالأدوية أو بعملية بسيطة جدا جدا ويرجع الطفل يسمع عادي. أما إذا كان ضعف السمع أو الإعاقة السمعية نسبة لأن الطفل اتولد وفي خلل في مركز السمع الحيوي في القوقعة العظمة الحلزونية في الأذن الداخلية أو في مركز السمع في خلل، فهنا دي تكون إعاقة دائمة بعدم السمع، الطفل ما يستطيع أن يسمع، دي تكون هنا إعاقة دائمة، ودي علاج يتطلب تدخل سريع بالنسبة للطفل في الأعمار الأولى في الشهور الأولى في السنة السنتين الأوائل بزرع عملية زراعة قوقعة عشان يتواكب ويقدر يتلائم ويتعلم الكلام. الآن الطفل إذا كان اتولد وهو عادي ويتعلم الكلام، أو الإنسان حتى لو كبر مش طفل يعني شاب وبيتكلم حياته عادية، وحصل له أي صمم يعني حصل أي سبب جعله أنه ما يسمع من الأسباب، سواء كان أسباب مؤقتة أو حصل له حادث أو حصل له أمراض في المخ أو حصلت له أمراض في الأذن الوسطى زي تكلس عزيمات الأذن الوسطى إلى آخره، أي مرض حصل له وبقى ما يسمع، تحول لإنسان يعني صم ما يسمع وهو كان يسمع قبل كده، فده موضوع الكلام لأنه أوردي كان بيعرف يتكلم، هنا موضوع السمع ممكن يعالج وما حيكون مزعج جدا زي الطفل لما يتولد ويكون أصلا ما تعلم الكلام، وقبل ما يسمع الكلام وقبل ما يعرف الكلام هو ما عنده خلل في مركز السمع. فده بيحتاج لعملية زراعة قوقعة، ثم بعد كده يحتاج لمقابلة أخصائي التخاطب عشان يتعلم الحديث من الأول. ده بالنسبة للصمم. أما بالنسبة للنطق، هنا الآن قبل ما أتحدث عن النطق الصمم، علاجه زي ما ذكرت، إذا كان اتولد الطفل وهو لا يسمع في خلل في مركز السمع في الدماغ، زراعة القوقعة هي العلاج الوحيد اللي لابد منه. لكن لو كان ضعف السمع، نقدر نقول ضعف مؤقت أو ضعف حاد، لكن من مسافات قريبة الشخص بيسمع، لكن من بعيد لا يستطيع أن يسمع، بيسمع من قريب فقط، يعني عنده ضعف شديد في السمع، ده ممكن يعالج بوضع سماعات أذن. عندنا سماعات بتوضع في الأذن، إما إنها توضع داخل الأذن أو خارج الأذن
من وراء الأذن، دي بتساعد الإنسان في أنه يسمع وأنه يكون طبيعي جدا ويتواصل مع الناس. في أماكن لوضع هذه السماعات، في فنيين معينين بيعلموا الإنسان أو يعلموا الوالد الطفل، أو إذا كان إنسان كبير بيعلمه هو نفسه كيف يوضع السماعة ومتى يطلعها ومتى يدخلها، وفيها حاجة متى تزبط، يعني فيها جهاز. هذه السماعة تساعد جدا الإنسان في أنه يكون طبيعي من ناحية السمع وأنه يتواصل مع الوسط الخارجي بطريقة طبيعية. لكن إذا كان في خلل، مركز السمع الداخلي غير موجود عند الإنسان، يتولد غير موجود عنده وهو طفل، أو يتولد بمرض في عصب السمع، العصب نفسه تلفان، هذا لابد من إجراء عملية زراعة قوقعة. وبعد زراعة القوقعة بيكون في حاجة اسمها الريهابيليتيشنز، اللي هو يعني يدخل الطفل في تدريب كلام وتدريب نطق عن طريق رسومات وألعاب وكذا، وإن شاء الله كل ما يكبر تدريجيا يكون طفل سوي وعادي جدا. ودي الآن أصبحت عملية شائعة جدا وبسيطة جدا ومتوفرة في أي مكان، ويعني قضت كثير جدا على هذه الإعاقة، الإعاقة السمعية. النطق، إذا كان الطفل يتولد أو الإنسان يتولد وهو لا يسمع لأنه عنده عطل معين في مركز السمع فلا يستطيع أن يسمع، ده معناه أنه هذا الإنسان ما لا يستطيع أن يتكلم لأنه ما تعلم الكلام. الإنسان يتعلم الكلام من السمع، يعني الإنسان اللي يسمع هو يتكلم، لكن اللي ما يسمع لا يستطيع أن يتكلم لأنه أصلا ما يعرف ما هو الكلام، لا يعرف الأصوات، لا يستطيع أن يميز الأصوات، لا يعرف معنى هذه الأصوات، هذا كله لا يعرفه لأنه أصلا لا يسمع. لكن إذا سمع الإنسان، سمع الأصوات وقدر ينوعها، هذا صوت عالي، هذا صوت واطي، هذا صوت موسيقى، هذا جرس، هذا كلام، هذا كذا، بعد كده تفريز الأصوات أو يعني تنقية الأصوات وإدراك الأصوات، هذه مهمة المخ، الحس المخي، ده ممكن يعلم عن طريق أخصائيين اسمهم أخصائيين نطق، عندهم درجات معينة وعندهم مراحل وعندهم آلات معينة بيعلموا فيها هؤلاء الأشخاص أنه كيف يطلع الحروف وكيف يتكلم وكيف كده. المهم في المرحلة الأولى أنه كيف يسمع. إذا سمع، سواء كان بعلاجات جراحية، سواء كان بسماعات، سواء كان بزراعة قوعة، رجع يسمع طبيعي، بعد كده بتبدي المرحلة بتاعت التأهيل للكلام وللنطق، ودي بتكون سهلة لأنه عدم النطق في الأساس هو ممكن يتولد به الإنسان. يعني في بعض الأطفال يتولدوا نتيجة لمشكلة جينية في جسمه، نتيجة لمرض وراثي في العائلة المعينة في النطق، فذا من الأول لأنه تولد وهو ما بينطق. إذا كان حاسة السمع بتاعته طبيعية، في فحوصات معينة بتجرى للمخ، حاسة السمع طبيعية، بسرعة مباشرة حيحول لأخصائي التخاطب وحيبدأ معه في تمارين تخاطب بصور معينة وبلعب وبأشياء، بحيث أنه يخليه يرجع تحصل عملية بتاع التأهيل لأنه يتكلم من جديد. لكن إذا كان فقد النطق أو الإعاقة النطقية جات للإنسان نتيجة حادث مثلا، يعني في بعض الناس تعرضوا لحادث وهذا الحادث تسبب في أنه يحصل خلل كبير جدا في الحبال الصوتية، الحبال الصوتية اللي هي الأوردة اللي عن طريقها بيطلع الصوت نفسه، صوت الإنسان. أو في بعض الأطفال أو بعض الناس تعرضوا لمرض في المخ، في مركز التخاطب نفسه في الدماغ، فهنا تتشل تماما خاصية النطق ويبقى في إعاقة نطقية، إعاقة في الكلام. فهنا برضو يحتاج لوجود مدارس بتاع التخاطب ومدارس بتاع التأهيل، وليها خصائص المعينة عن طريق تمارين وعن طريق حروف. لكن في إعاقات بسيطة جدا جدا احنا لا نعتبرها إعاقة، لكن أيضا تسمى إعاقة في النطق. بعض الناس اللي عندهم صعوبة جدا في إخراج بعض الحروف زي حرف الثاء أو حرف الظاء أو حرف السين، لا يستطيع أن يخرج. في بعض الناس لا يستطيع أن يخرج بعض الحروف، هتعتبر إعاقة حرفية في بعض الحروف مثلا تسمى، ده يعرض أيضا مع أخصائي التخاطب لتأهيل وتدريب للحروف دي لحد ما يرجع يقدر يطلع الحروف بطريقة صحيحة. دي تعتبر إعاقة مؤقتة للإخراج. في بعض الناس عندهم التأتأة،
اللي هي يعني يتحدث ولكن يكرر الكلمة أو يكرر الحرف كثير حتى تطلع الكلمة واضحة، يسموها التأتى أو التمتمة. فهذه التأتى برضه هي تعتبر إعاقة من إعاقات النطق الخفيفة اللي ممكن تعالج بسرعة جدا عن طريق أخصائي التخاطب في مدارسهم الخاصة أو في مكاتبنا الخاصة، عن طريق ترديد بعض الكلمات وبعض الجمل وبعض الأحرف وبعض الجمل الطويلة، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يقول هذه الكلمات بصورة طبيعية بدل ما إنها تكون تأتى. فهذه هي أنواع الإعاقة، إعاقة خفيفة جدا، حرف حرفين أو ثلاثة أحرف، أو إعاقة تأتى، عدم خروج الكلام بصورة واضحة، أو صعوبة الإنسان في أنه يخرج الكلمة ويتتأتأ فيها، هذه كلها تدرب. وفي الإعاقة الكاملة اللي إذا ولد الإنسان وهو لا يتحدث تماما، لا يتكلم تماما، أو إذا ولد إنسان طبيعي جدا ويتكلم ويسمع ولكن حصل له مرض في الدماغ أو حصل له حادث كبير جدا لا سمح الله، أثر على مركز التخاطب أو أثر على الحبال الصوتية أو كذا، فلا يستطيع أن يخرج الحروف أو يخرج الصوت أو يخرج الكلام، أصبح الآن في بعض المعينات الإلكترونية اللي بيعطوها للناس، توضع في أماكن معينة تخرج بعض الأصوات، يدرب الإنسان عليها، بمرور الزمن يستطيع أن يعوض بها عدم خروج الكلام منه ومن المخ بالطريقة العادية. أولت إمارة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، عناية واهتماما كبيرا بذوي الإعاقة بتوفير مراكز خاصة برعايتهم وعلاجهم. تتضمن المنطقة الشرقية عدة مراكز تعمل على توفير خدمات علاجية لذوي الإعاقة بكافة أنواعها لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع. احنا اول مركز مختص لمعالجة عيوب النطق والكلام في المنطقة الشرقية لخدمة ذوي الإعاقة. احب اعرفكم على الخدمات اللي بيقدمها المركز. المركز بيقدم خدمات جلسات النطق والكلام، جلسات تنمية المهارات المختلفة، مهارات وقدرات الأطفال المعرفية والإدراكية، رعاية الذات، وكذلك بنخدم الأطفال اللي هم عندهم مشاكل في صعوبات التعلم، وكذلك الأطفال اللي عندهم مثلا محتاجين تأسيس لما قبل الأكاديمي. الأطفال اللي بتعاني من مشاكل في التلقي في الكلام زي الأطفال اللي عندها التأتأة وسرعة الكلام. المركز بيخدم إعاقات مختلفة لكافة الأعمار، مش مقتصرين على عمر معين، زي أطفال التوحد، أطفال الداون سيندروم، الأطفال اللي عندها مشاكل سمعية، الأطفال ذريعي القوقعة، الأطفال اللي عندها فقد التركيز وانتباه مع فرط حركة. من ضمن الخدمات برضو خدمات الإرشاد الأسري للأهل، إن إحنا بنتابع الأهل وبنعمل لهم خطط إرشاد أسري، تعديل السلوك للأطفال اللي عندها سلوكيات غير مرغوب فيها. آلية العمل داخل المركز، أول شيء بيجي ولي الأمر مع الطفل، بيتم التشخيص المبدئي للطفل. لو أنا شاكة في أي حاجة عضوية بوجه ولي الأمر للجهة المختصة عشان نبدأ نعالج المشكلة، زي مثلا لو في مشكلة سمعية ببدأ أوجه ولي الأمر إن هو يعمل قياس السمع، أو في مثلا مشكلة في التنج تاي رابط اللسان وهكذا. أي مشكلة عضوية بوجه ولي الأمر للجهة المختصة عشان أبدأ أشتغل تأهيل وتدريب. بيتم التأهيل والتدريب داخل المركز من خلال برامج معتمدة دولية، ومن خلال الأدوات والألعاب المختلفة زي مثلا المجسمات، البازلز، الكروت المختلفة مثلا. بتبقى في طرق طبعا مختلفة معايا مع الأطفال، إن أنا مثلا ممكن أعمل ألعاب المطابقة، ألعاب الاستخدام الكروت. الطفل لازم يعرف الحاجة بجميع أشكالها، لازم يعرف مثلا سي مثلا لو هعرفه على مجموعة خضروات أو فواكه أو مثلا الأشياء المحيطة به في البيئة، لازم يعرف شكله على الطبيعة وشكله في كارت وشكله في مجسم وعلى الكمبيوتر ووسائل مختلفة عشان تثبت عنده المعلومة. دايما بننصح أولياء الأمور إن دايما يشتغل معنا في البيت، اللي هو بعد ما يخلص الجلسة ولي الأمر يراجع الأشياء اللي هو خدها ويعمل على التطبيق الفعلي للغة داخل المنزل، دوت بيجيب نتائج ممتازة جدا مع الأطفال. طبعا احنا قلنا إن المركز بيقدم خدمات كتيرة، من أهمها جلسات علاج عيوب النطق والكلام،
لأن جميع الإعاقات وأغلبها بتعاني من مشكلة في تأخر نمو اللغة الكلام، زي مثلا أطفال التوحد عنده مشاكل في التواصل ومشاكل في اللغة، أطفال ذريع القوقعة أو الأطفال اللي عندهم مشاكل سمعية نفس الشيء متأخر في نمو اللغة والكلام. فأول حاجة بتأكد إن مفيش أي مشاكل عضوية عندي قبل ما أبدأ جلسات النطق واللغة. بشوف أول حاجة لو الطفل عنده أي مشاكل في أعضاء نطق والكلام ببدأ إن أنا أعمل تدريبات لأعضاء نطق والكلام. بعد كده ببدأ أبني الحصيلة اللغوية عند الطفل من خلال معرفة المجموعات الضمنية اللي حوالين الطفل، زي أجزاء الجسم، الحيوانات، الخضروات، الفواكه، الأطعمة المختلفة، الأماكن. أول ما أبدأ أبني حصيلة لغوية نوعا ما كويسة، أبدأ أن أنا أبني الجملة. ببدأ أعمل جملة من كلمتين من خلال الحصيلة اللغوية اللي أنا كونتها عند الطفل. أنا أديته معكوسات، أديته صفات، أديته مفاهيم مختلفة. أبدأ مثلا أدخل الأفعال، أبدأ أدخل جملة كلمتين، أوسع الجملة شوية، أزود حروف الجر، أبدأ أستخدم جملة ثلاث كلمات. بعد كده أبدأ أستخدم كل قواعد اللغة، المثنى، الجمع، الضمائر، الأزمنة، لحد ما أوصل إن الطفل خلاص بدأ يعمل سؤال وحوار وجواب، بدأ يعمل لغة كاملة. أبدأ أعلمه على القصة وسرد الأحداث وإن هو يوصف صورة كاملة. هنا بنكون وصلنا للطفل لمرحلة إن هو قريب من الطفل الطبيعي، إن هو قادر على بناء الحوار مع الآخرين والتواصل بشكل جيد.